المؤرخ الكويتي بدر ساجم زاح بدر وعي. شنو الاكلات العتيجة اللي انقرضت الكويتية اللي قمنا ما نشوفها في المطبخ الكويتي؟ شنو الاكلات البلدية اي قديمة العتيجة موجودة يعني محروق السبعة. الله محروق السبعة في خبز القبول ايوه المرقوق يسوونه لحم محروق سبعة ولا الكويت فقارة يحطون خبز ومرق ياكل محروق سبعة الله خبز ينقعون المرق ياكلون ميدم يعني محروق سبعة ميدم هذا الياريوط الملح لا الملح الخباط هذاك لا كله ميدم هذاك الميدم على ياريوط والمحمر المحمر هم يسوى على الماء ويحب المحمر عيش الشكر على اليوم يسمى على غيره على الشكر السبور يسوى على المحمر هذا روح هذا ومربيان بيدي يسوى محمر ومربيان هذا بيتك ومربيان يصير السطح من فيه والمروقات شنو القديمة عمي المروقات القديمة السطح نارج المرق العتيج أول مرق قبول مرق مرق ماني ما اخذته هو مرقه هوا يعني ما هي الله هوا على الهوا خضره يعني ولا ما يو خل شويه خضره ما في يعني خضره صح.